المدرجات الزراعية هي خاصية جغرافية للمناطق الجبلية التي تواجه تحدي للاستثمار الفلاحي، وذلك بسبب صعوبة في التضاريس وقلة التربة وكذا قساوة الظروف المناخية. وتعتبر المجتمعات الجبلية في الأطلس الصغير الغربي من مبدع هذه المنشآت آلاف السنين، وذلك بتحويل منحدراتها الجبلية إلى مساحات مستوية قابلة للزراعة، الهدف منها تجميع مياه الأمطار وتحسين خصوبة التربة وحفظها من الانجراف من أجل اعتماد مختلف أساليب الزراعة المستدامة. وتتجلى هذه المنشآت في بناء مدرجات بحقول معرّدة لعوامل التعرية، تتميز بانحدار يصل على العموم ما بين 5 و50%، تتكون من حائط يسمى إغرم ومصطب يسمى إيجيد، بالإضافة لقناة تسمى أسر عندما تتوفر ظروف الري. وتقدم هذه المدرجات الزراعية عدة وظائف اقتصادية وبيئية وثقافية. الوظيفة الإنتاجية، وهي الوظيفة الأساسية للمدرجات الفلاحية، إذ تقوم بتدعيم التنوع الزراعي الذي يشكل أساس النظام الغذائي للسكان المحليين. الوظيفة البيئية، من خلال توفير خدمات النظم الإيكولوجية مثل مكافحة التعرية، تحسين نوعية وجودة المياه، وتنظيم دورة المياه، بالإضافة إلى حجز الكربون. وتبين دراسات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط أن بناء المدرجات على 17% من مساحة الأحواض المائية يمكن من تقليص منسوب الجريان والتدفق بنسبة 17% وحمولة المياه من المواد الترسابية بنسبة 40%. هذا من شأنه تخفيف مخاطر الأضرار الناجمة عن الفيضانات والحد من توحل السدود، وذلك بتكاليف بيئية جد متواضعة. وبجهة سوس ماسا، تم تسجيل معدلات ترسبات السدود المتواجدة بالأحواض غير المهيئة بنسب تضاعف 3 مرات تلك المسجلة بالأحواض المهيئة. بالنسبة للوظيفة الثقافية التي تلعبها المدرجات الزراعية، وباعتبارها فضاءً طبيعياً وترفيهياً، فهي تمثل قيمة مالية قد تصل إلى 20% من تكلفة الإيجار المدفوع بالنسبة للسياح بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وفي سياقات مماثلة بأمريكا اللاتينية، فإن استثمار دولار واحد في الرأس المال الطبيعي يقدم خدمات النظم البيئية تقدر قيمتها ب10 دولارات. حالياً، ما يقارب 70% من الأراضي الزراعية بأعالي جبال سوس ماسا تتعرض لتعرية التربة وضعف الإنتاجية، مما يسبب في تراجع النشاط الزراعي وبالتالي تدهور التنوع الإحيائي بها. وعرفت هذه الظاهرة استفحالاً بسبب تفكيك وإهمال التقاليد والعادات الزراعية المرتبطة بالمدرجات الزراعية. ووعياً بهذه التحولات ومن أجل استدراك وضعية تضمن زراعة مستدامة، قامت وزارة الفلاحة بوضع برنامج في إطار صندوق التنمية الفلاحية يقدم دعماً مالياً للوسائل والأنظمة التي تساهم في تجميع مياه الأمطار، كتحسين الأراضي لرفع قيمة الإنتاج الزراعي عن طريق إنشاء مدرجات أو مصاطب أو جدران منخفضة. ما هو مستقبل المدرجات الزراعية؟ إن إعادة تأهيل المدرجات الزراعية يستوجب اتباع منهج المشهد العام ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ولذلك يجب الاعتراف بها كمنشآت تقدم خدمات بيئية مهمة والتفكير في إمكانية وضع آليات للدفع مقابل هذه الخدمات. واعتباراً للفوائد الكونية لهذه المنشآت، فإن انخراطها في الشبكة الدولية للمناطق المحفوظة بواسطة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية سيمكن من تقوية نظم حكامتها وتحقيق أهدافها التنموية المستدامة.